الأمن النيابي تؤكد أن الضغوط الأمريكية لن تقف عائقا أمام تسليح الجيش العراقي، وانتقادات للقاءات السفير الأمريكي بالمسؤولين بعيدا عن البروتوكولات الدبلوماسية. الحشد الشعبي يكشف عن حصول عصابة داعش في كركوك على السلاح من إقليم كردستان، ويؤكد استمرار ملاحقة الخلايا النائمة. تيار الإصلاح الوطني يدعو إلى التنافس النزيه بالانتخابات، وتحضيرات للمرشحين في النجف الأشرف من الترويج في المؤسسات الحكومية. ونصف مساحة الغوطة الشرقية تحت سيطرة الجيش السوري، ومجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقرار وقف القتال في سوريا. إلى تفصيلات النشرة، أهلا بكم. أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابي أن الضغوط الأمريكية لن تقف عائقا أمام ملف التسليح العراقي. عضو لجنة اسكندر وتوت قال إن العراق يمتلك حرية استيراد السلاح من أي دولة يرغب لها، لافتا إلى أن الحكومة هي من تحدد ما تحتاجه القوات الأمنية من سلاح. أكد النائب عن التحالف الوطني جاسم محمد جعفر أن هناك اتفاقية عسكرية بين العراق وأمريكا تقضي بعدم إفساح المجال لإقامة معسكرات داخل الأراضي العراقية. جعفر قال إن بقاء القوات الأجنبية في العراق يحتاج إلى موافقة البرلمان، مبينا أن رئيس الوزراء حيدر العبادي لديه صلاحيات بالموافقة على قضايا التدريب والتأهيل والتقنيات والاستشارة. مشهد تواجد السفير الأمريكي في المحافل العراقية ولقائه مسؤولي الدولة بمناسبة ودون مناسبة يثير استياء العديد من الأوساط الشعبية والسياسية التي تعدتها تجاوزات على البروتوكولات الدبلوماسية ومساسا بسيادة البلاد. لا أحد يعلم بدواعي وخفايا زيارات السفير الأمريكي في العراق دوغلاس سيلمان لمسؤولين حكوميين وشخصيات بكل العناوين، رؤساء الكتل، الوزراء، المحافظون، رؤساء النقابات وغيرهم. محللون يرون ذلك تعديا للأعراف والسياقات الدبلوماسية ومساسا بسيادة البلاد. عندما يتحرك سفير مع أي طرف داخلي عراقي حتى وإن كان بعنوان تقوية العلاقات فهو أمر غير قانوني وخارج الأعراف الدبلوماسية. التحرك والاتصالات لابد أن تكون من خلال الحكومة العراقية. إنما يتم في الفترة الحالية من نشاط للسفارة الأمريكية حقيقة يوحي بتدخل واضح وسافر في الشأن العراقي الداخلي. ما يراقب مشهد تواجد السفير الأمريكي في أغلب المحافل العراقية ولقاءه مختلف المسؤولين يتوقع أنه متسنم لمنصب يتيح له إدارة البلاد برمتها. أي رئيس حزب يزوره، محافظ يزوره، منظمات مجتمع مدني يزوره، ماكو شيء. إذا مو بأمر رئاسة الوزراء ما يصير هاي الاتصالات. من يقول المواطن لا أنتخب ولن أشارك، أمريكا تدير العملية. القرار الأمريكي ضد إرادة الشعب العراقي، ضد محاربة الفاسدين والمفسدين. مشاهد الزيارات المتكررة للسفير الأمريكي لشخصيات مسؤولة وشخصيات سياسية داخل العراق يوحي بأن الولايات المتحدة تدير جميع الحركات الحكومية والسياسية في البلاد، ولربما سيؤثر ذلك على المشاركة في الانتخابات المقبلة لاعتقاد المواطنين بالهيمنة الأمريكية على المشهد العراقي بشكل عام. من بغداد، حسين أحمد، قناة بلاد الفضائية. كشف الحشد الشعبي محور الشمال أن بعض عصابات داعش الإرهابي في كركوك تحصل على السلاح من إقليم كردستان. المتحدث باسم الحشد علي الحسيني قال إن بعض المتفجرات والعبوات الناسفة تصنع محليا في كردستان، لا سيما بعد إحكام السيطرة على طرق إمداد الإرهابيين، مؤكدا أن داعش لم يبقى منه في كركوك سوى فلول صغيرة. أكد محافظ كركوك راكان الجبور أن 90% من جرائم الاغتيالات في المحافظة قد تم كشفها وهي جنائية.
الجبوري خلال لقاء معه في برنامج ما بعد الخبر الذي يبث من على شاشة بلادي، قال إن الاغتيالات لم تختف إلى حد ما، لكن هناك مؤشر على اكتشاف الجريمة والمجاميع الإرهابية التي تقوم بها. أقول أن 90% من الجرائم جرائم الاغتيال قد تم كشفها، وهي معظمها جرائم جنائية إرهابية، لكن القوات الأمنية استطاعت أن تكشف خيوط الجريمة وأن تحيل المجرمين إلى المحاكم بنسبة 90% من الاغتيالات. لذلك لا نقول أنه اختفت الاغتيالات، ولكن يجب أن نؤشر بأن هناك مؤشر على اكتشاف الجريمة واكتشاف الأفراد الذين يقومون أو المجامع التي تقوم وأيضا أحيلت إلى المحاكم. رغم الإجراءات الأمنية المشددة في محافظة كركوك، إلا أن سيناريو الاغتيالات ما زال مستمرا. أوساط سياسية اتهمت أطرافا تابعة لمسعود بارزاني بتنفيذ هذه الهجمات، مطالبة بتفعيل الجهد الاستخباري للحد منها. استمرار مسلسل الاغتيالات الممنهجة في كركوك لشخصيات سياسية وأمنية، كان آخرها استهداف الرائد يشار صالح في الشرطة المحلية، والتي باتت بالفشل رغم الإجراءات الأمنية المشددة التي تفرضها الأجهزة الأمنية. تأتي تلك الاستهدافات من قبل أطراف تحاول إرباك الوضع الأمني بعد عملية فرض القانون في المحافظة. تم استهداف الرائد يشار صبحي الذي يعمل ضابطا في الفوج الثالث، في آلية الفوج الثالث لشرطة طوارئ كركوك. تم استهدافه حينما خرج من منزله من مجموعة مجهولة الهوية، حاولوا بالبداية اختطافه، وبعد فشل عملية الاختطاف ضرب بوابل من الرصاص، مما أدى إلى تعرضه لعدة جروح في ساقه. ممثلو المكون العربي في المحافظة أكدوا بأن هذه الاغتيالات تأتي بعد التصاريح التي ظهرت في الوسائل الإعلامية من قبل الأطراف التابعة للبرزانية حول استهداف أمن كركوك. هناك غاية وتصريحات لجهات معينة كانت سمعنا وقرأنا بأن لم تصغي بغداد لطلباتهم، فتكون العمليات مستمرة، وهذا إنذار خطير، وهذا تصريح خطير لابد من الوقوف عليه ولابد من العمل على السيطرة عليه. مراقبون للشأن الأمني أكدوا على ضرورة تفعيل الجهد الاستخباري بين المواطن والأجهزة الأمنية في المدينة، وذلك لعدم تكرار مثل هكذا خروقات قد تحدث مرة أخرى. نرى نحن كمراقبون للشأن السياسي في محافظة كركوك أن على أهالي المحافظة ضرورة تفعيل الجهد الاستخباراتي مع الأجهزة الأمنية من جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة الشرطة الاتحادية في المحافظة وبقية الأجهزة الأمنية الأخرى، وذلك لعدم عودة أو تكرار مثل هكذا خروقات أمنية بعد عملية فرض سلطة القانون وعودة هيبة الدولة إلى المحافظة. ويستمر مسلسل الاغتيالات الذي طال العديد من العناصر الأمنية والمدنيين العزل، الأمر الذي ينذر بتحول خطير قد يؤدي إلى انهيار أمني يهدد الجميع من قبل الانفصاليين بعد فشلهم في إدارة كركوك لسنوات اتسمت بالإقصاء والتهميش. من كركوك، عمر البدري، قناة بلاد الفضائية. كشف مجلس محافظة نينوى عن اختفاء العديد من عناصر داعش في الموصل بهويات مزورة بين الأهالي حصلوا عليها وقت سقوط المحافظة واستيلائها على دائرة الجنسية. عضو مجلس المحافظة عبد الرحمن قال إن القوات الأمنية تجري عمليات تدقيق واسعة بالمحافظة بحثا عن المطلوبين والمتخفين بأسماء ووثائق مزورة. أعرب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن اعتزازه بتطور العلاقات بين العراق وإيران والتطلع لتوسيعها في كافة المجالات. العبادي وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الجمهورية الإسلامي إسحاق جهانجيري في بغداد، ثمن مساهمة طهران بمبلغ ملياري دولار لإعادة إعمار العراق. نعتز بتطور العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الجارين، ونتطلع إلى توسيعها في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية وكل ما يخدم مصالح شعبينا وبلدينا. بعد تحقيق النصر نتوجه لإعادة إعمار العراق والاستقرار، ونرحب في نفس الوقت بمساهمة الجمهورية الإسلامية بشركاتها وبدعمها لإعمار العراق، اللي تفضل سيد جهانجيري بأن إيران تساهم بمليارين دولار في حملة إعمار العراق.
أكد نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانجيري استمرار وقوف بلاده مع العراق وشعبه لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين، مبديا رغبة طهران في تطوير العلاقات مع بغداد في شتى المجالات. فالجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت بجانب الشعب العراقي وبجانب الحكومة العراقية، وإذا كنا بحاجة فسنقوم بواجبنا في هذا المجال. فنحن فكرنا بأنه في العلاقات الثنائية لابد أن تصل هذه العلاقات الثنائية إلى مستوى مطلوب، وأن هذا الأمر كان بحاجة إلى المزيد من تناول القضايا حتى وطرح المواضيع والحوار فيما بيننا بخصوص مختلف القضايا التي بحاجة إليها لتقدم البلدين. ضمن حملة إعمار العراق بعد النصر على الإرهاب، نظمت غرفة تجارة بغداد ملتقا اقتصاديا عراقيا إيرانيا بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين. على خلفية وصول أكبر وفد إيراني رفيع المستوى للعراق، نظمت غرفة تجارة بغداد ملتقا اقتصاديا عراقيا إيرانيا لإعمار العراق وإنعاشه اقتصاديا. نحن بحاجة إلى أفكار وإمكانيات الأخوة الإيرانيين، أيضا نحن بحاجة إلى خبرتهم العملية في إعادة البناء والإعمار. وشركات القطاع الخاص العراقي اليوم حاضرة من أجل عقد شراكة مع القطاع الخاص الإيراني وإمكانية إقامة صناعات مشتركة واستثمارات مشتركة. بين قانونيمون ما مشكلات فيما ونحن حاضرون أن نتعاون مع أخوتنا العراقيين ونجد شراكات في بناتها واستثمارات مشتركة في مجال الاقتصاد والإعمار البنى التحتية العراقية، لكن هناك مشاكل تعوق دون ذلك، منها التعاون المصرفي بين البلدين، عدم الشفافية الموجودة بين الجمارك والمسائل الجمركية، وكذلك عدم وجود نقل مشترك ومباشر بين البلدين. العراق هم در إيران إن شاء الله. استراتيجية وطنية تبحث عنها السياسة الاقتصادية العراقية تحول جنس دولة العراق من بلد مستهلك إلى بلد مصدر. لا يجوز أن أستورد من تركيا 11 مليار وما أصدرها لشيء، ولا يجوز أن أستورد من إيران 7 مليار وما أصدرها لشيء. يعني لا تذكر الصادرات العراقية إلى هذين البلدين مع حجم التبادل اللي يصل إلى أكثر من 15 مليار دولار. نسعى لشراكات مستدامة مع دول العالم، أن تكون هنالك مشاريع استراتيجية في العراق، بدل من أن نظل نستورد مواد كثيرة، فلتأتي هذه الدول وتبني مصانع هنا ولتشغيل الأيادي العاملة العراقية. ويعيش العراق أفضل فقراته من حيث تطوير علاقاته بجيرانه منذ أكثر من 50 عاما، وتعد الخطوات التي تتخذها السياسة الخارجية العراقية الحجر الأساس في بناء مكان مثل العراق عربيا وأقليميا وعالميا. وحتى لا يبقى العراق تحت عنوان البلدان المستوردة فقط، تعمل السياسة الاقتصادية العراقية اليوم على إيجاد استراتيجيات معينة من شأنها أن تنعش الاقتصاد الوطني وتعادل كفة ميزان تجاري بين العراق والبلدان الأخرى. لبلاد الفضائية علي رمضان، بغداد. محافظة النجف الأشرف شهدت صراعا انتخابيا مبكرا للأحزاب السياسية، حيث بدأ بعض المرشحين بالترويج في المؤسسات الحكومية. مفوضية الانتخابات أكدت أنها ستتخذ إجراءات بحق المخالفين، فيما شدد تيار الإصلاح الوطني على ضرورة التنافس النزيه بين المرشحين. بيان من محافظ النجف الأشرف السيد لؤي الياسري يؤكد أن هنالك أحزابا سياسية تقوم بالترويج عن مرشحيها وسط الجامعات والدوائر الحكومية، معلنا رفضه القاطع لهذه التصرفات، مؤكدا على حرمة هذه الأماكن وضرورة إبعادها عن التنافس الانتخابي. نوجهنا كل دوائرنا أن تبتعد عن التجاذبات السياسية وما تسمح لأي مرشح بالدخول إليها، يعني لعملية تثقيف نسمح له يدخل عادي، بس أن يجري عمليات تثقيف هذا غير مسموح به. أيضا ما مسموح للموظفين نفسهم أن يثقفون في داخل الدائرة، يجب أن تكون استقلالية لكل الدوائر وخاصة الدوائر المهمة. مفوضية الانتخابات في المحافظة أكدت أن هنالك إجراءات قانونية صارمة بحق المخالفين لأنظمة الدعاية الانتخابية من المرشحين والكيانات السياسية، تصل إلى الغرامات المالية وإلى سحب ترشيح المرشح من قائمته الانتخابية إذا تطلب الأمر.
سيتخذ المكتب جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين سواء كانت قوائم انتخابية أو مرشحين، وستنطلق من يوم غد لجان رصد في أغلب أقضية ونواحي النجف الأشرف لرصد المخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية، وهذه الإجراءات القانونية قد تكون على شكل غرامة مالية أو قد تصل حسب جسامة المخالفة قد تصل إلى إبعاد المرشح. تيار الإصلاح الوطني شدد على ضرورة التنافس الشريف بين المرشحين وعدم السماح لهم باستغلال الدوائر الحكومية التي تقع تحت هيمنة الأحزاب الكبيرة، مطالبين المفوضية والمحافظة بالسيطرة على هذه الظاهرة. منع التجاوزات التي قد تحصل من بعض الجهات الأحزاب السياسية والكيانات وبعض المرشحين من استغلال نفوذهم في دوائر ومؤسسات الدولة لغرض توجيه موظفيها باتجاه الانتخابات. هنالك مرشحين يستخدمون الدوائر الحكومية، الجامعات، المدارس، وهذا مرفوض من قبل المفوضية، وحسب قوانين المفوضية لا يصح أن يستخدم الدوائر الحكومية ولا الجوامع ولا الجامعات، كل هذا مرفوض. العاشر من نيسان هو الموعد الأولي لبدء الحملة الانتخابية للمرشحين أفرادا وكيانات، ولا يجوز قانونا الإفصاح عن تسلسلات المرشحين قبل هذا الموعد، وإلا فإنه يعتبر مخالفة صريحة لقوانين مفوضية الانتخابات. صراع انتخابي مبكر تشهده المحافظة من قبل بعض المرشحين، هذا الصراع وصل إلى بعض الدوائر الحكومية في المحافظة، مما دعا المحافظة ومفوضية الانتخابات في النجف إلى ردع هؤلاء المرشحين عبر إصدارهم قوانين صارمة تحد من هذا الانتشار الإعلامي لهم في هذه الدوائر. لقناة بلاد الفضائية مثنى العيساوي، النجف الأشرف. كشف نائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون عن وجود مباحثات بين بغداد وأربيل بشأن حصة الإقليم. السعدون قال إن قرار الطعن بالموازنة أو انسحاب الأكراد من العملية السياسية سيتخذان من قبل حكومة الإقليم في حال فشلت محاولة الوصول إلى حل بشأن حصة كردستان من الموازنة، مبينا أن نواب التحالف الكردستاني لن يقاطعوا جلسات البرلمان الاتحادي المقبلة. غياب القانون والمحاسبة في محافظة السليمانية ساعد الأحزاب الرئيسية في إدخال بضائع فاسدة عبر المنافذ الحدودية. سياسيون كرد أكدوا أن تلك الأحزاب تسعى لكسب مصالحها الشخصية دون الاهتمام بالمواطن. دخول بضائع فاسدة وأدوية منتهية الصلاحية من المنافذ الحدودية في السليمانية بتسهيل من قبل شركتين هما المسؤولتان عن فحص البضائع الداخلة للإقليم. مجلس المحافظة اتهم الحزبين الرئيسيين بهذا الفساد الذي يذهب ضحيته الناس الأبرياء. في محافظة السليمانية خاصة توجد منافذ حدودية ويا حكومة الجمهورية الإسلام إيران الإسلامية، وهذه المنافذ توجد فيها يعني شركة مجموعة من الشركات، هذه الشركات شركات حزبية، هذه المواد تطلع من المنافذ الحدودية مجموعة منها بدون فحوصات، ومجموعة منها توجد يعني يفحصونها ولكن نتائج غير صالحة للاستخدام. ربما بسبب الأزمة المالية في الإقليم بدأت بعض الأحزاب تبحث عن منابع مالية لدعم حملاتها الانتخابية وتعديل وضعها الداخلي بعدما كان النفط في كركوك تحت سيطرتها، فإذا بها فقدت كل هذه الموارد فبالتأكيد ستلجأ إلى وسائل أخرى لسد نفقاتها. نعم يعني صح هذا المشكلة، احنا نسمع بأن إدخال المواد الأدوية عبر المنافذ الحدودية لإقليم كردستان العراق أكثر هذه المواد مواد غير صحيحة، وهذه يتأثر تأثيرا سلبيا على صحة المواطنين، والسبب يعود إلى أكثر الشركات الأدوية وشركات كبرى الأخرى بيد الأحزاب. الأشخاص المتنفذين في مثل هذه الأحزاب يمارسون أدوار غير صالح وأدوار لا تصب في مصلحة المواطنين ولا إقليم كردستان العراق، ما يهمهم مصلحة أحزابهم ومصالحهم الشخصية، بالتالي فمثل هذه الأمور تحصل في مثل هذه البلدان. إرباك اقتصادي واضح في كردستان وانعدام المحاسبة وضعف القانون، كل هذا خلق جوا من الانفلات
فأصبحت الأحزاب تتصرف بمقدرات الشعب والوطن كما يحلو لها من أجل البقاء في السلطة وفي الواجهة السياسية. لقناة بلاد الفضائية، سمير هادي، السليمانية. كشفت عضوة مجلس النواب تافك أحمد أن الأشهر الستة المقبلة قد تشهد صرف زيادات رواتب الحشد الشعبي. أحمد قالت إن إضافة مبلغ 3 تريليونات دينار على الموازنة جاءت لدعم قوات الحشد الشعبي وإقليم كردستان والإعانة الاجتماعية والمعاقين بشروط حكومية، بضمنها صرف تلك الأموال في حال وجود أفرة مالية، مبينة أن صرف هذه الزيادة متوقف على ارتفاع أسعار النفط الذي يشهد انتعاشه. هيئة الحشد الشعبي في محافظة بابل طالبت بإعادة النظر في حقوق الحشد الشعبي بالموازنة المالية، فيما نددت بتصريحات النائب ظافر العاني بشأن وجود قوات أجنبية في ناحية جرف النصر، مؤكدة سعيه لتأجيج الفتنة الطائفية. خلال مؤتمر صحفي تحدث رئيس هيئة الحشد الشعبي في بابل بحقوق الحشد الشعبي وإنصافهم، محملا مجلس النواب مسؤولية تجاهل حقوق المجاهدين في الموازنة لهذا العام. هو مساواة أبناء الحشد الشعبي بأبناء القوات الأمنية من ناحية الحقوق والرواتب والاستحقاقات. اثنين، إيجاد فرص وظيفية للغير منشورين منهم، ولدينا 26,000 من أبناء الحشد الشعبي طيلة 4 سنوات يقاتلون ولم ينشروا. جاءت الموازنة ب 120,000 فقط، من ضمنهم 30,000 من أبناء الحشد السني عشائري، يعني يبقى 90,000 فقط، بينما المتواجدين على الأرض طيلة 4 سنوات الماضية هم 146,000. تصريحات عضو تحالف القوى ظافر العاني والتي أكد فيها وجود قوات أجنبية في جرف الصخرة أخذت تداعياتها من خلال رد هيئة الحشد الشعبي في بابل بالنفي القاطع. أولا، ننفي وجود أي قوات غريبة أو أجنبية في جرف النصر. جرف النصر ممسوك من أبناء الحشد الشعبي وأفواج الطوارئ التابعة لوزارة الداخلية والدفاع. ومن يريد أن يسأل عن نوع القوات يستطيع أن يكتب كتاب رسمي إلى قيادة عمليات بابل أو لمجلس المحافظة أو للمحافظة، ونستطيع إعطاء أي جهة مسؤولة في العراق أو خارج العراق عن القوات الماسكة لهذه المنطقة. أما من يصرح وجود هكذا قوات فأما تصريح لأغراض سياسية انتخابية، وأنا أعبر عنه هذا نايم ورجليه بالشمس. تطور الأوضاع الأمنية في جرف النصر وآخرها من محاولات تسلل لإرهابيين أخذت حيزا من اهتمام هيئة الحشد التي وصفت الأمر بالمقلق. هنالك كانت بعض المحاولات للخلايا النامة من داعش الجبان، لأنها كلها بادت بالفشل. تصدى لهم أبطال الحشد الشعبي في المناطق الحدودية في محافظة بابل، نعم، في منطقة عامرية الفلوجة اللي تابعة الحدود الإدارية إلى محافظة الفلوجة، حاولوا اختراق الحاجز الأمني لأنهم بادت محاولتهم بالفشل، وذلك من قيام أبطال الحشد الشعبي بقتل الإرهابيين وإنهاهم بصورة كاملة. أحمد عماد، قناة بلادي، محافظة بابل. نفى مدير صحة البصرة مزاعم وزير النقل كاظم فنجان بشأن أجهزة طبية للمؤسسات الصحية بالمحافظة. مواطنون ومراقبون عدوا هذا الأمر من قبل الوزير دعاية انتخابية. تصريحات نقلت عبر وسائل الإعلام سرعان ما لقت نفيا مصحوبا باستغراب شديد من قبل مديرية صحة البصرة، التي أكد مديرها أن ما طرح من قبل وزير النقل كاظم فنجان الحمامي بشأن عدم التعاون معه لشراء أجهزة طبية للمؤسسات الصحية هو عار عن الصحة. أنا أستغرب الحقيقة من تصريح وزير النقل ومتصل بوجهي ومتصل بجهات أخرى أنه دائرة الصحة ترفض. ما هي علامة الرفض؟ فماكو أي مماطلة وماكو أي تأخير الحقيقة، وما أدري إحنا الحقيقة دائرة الصحة تستغرب من هذا السلوك ومن هذا التصريحات. ربما ما ندري فترة انتخابات وتأثرت على كل المسؤولين، أنا لا أعلم. حاولنا الاتصال بالمؤسسات التابعة لوزارة النقل للتحقق من نفي مدير الصحة لحديث الوزير فنجان، لكننا لم نحصل على إجابة في وقت اعتبرت لجنة الصحة والبيئة المحلية
أن ما أثير بشأن شراء الأجهزة الطبية لا يتعدى الدعاية الانتخابية. دار صحة البصرة ليس لديها علم. السيد محافظ البصرة سبق وأن وجه كتب رسمية إلى دوائر النفط والموانئ بعدم تجهيز المشافي إلا بعد مراجعة محافظة البصرة وإصدار كتاب من محافظ البصرة لغرض التجهيز. أما ما يتم من تصريحات آنية هنا وهناك هي للدعاية الانتخابية. مواطنون وصحفيون سألناهم عن انطباعهم للمساعدات التي يقدمها وزراء من البصرة، فأجابوا أن غياب التنسيق ما بين وزارة النقل ودائرة الصحة لشراء الأجهزة الطبية يعتبر خطأ إداريا كبيرا، بينما آخرون وجدوا نشر صور المشاريع التي ستنجز مستقبلا برعاية مرشحين للانتخابات من الوزراء يدخل ضمن المشاريع الانتخابية. اليوم التنسيق مطلوب بين الوزارات والدوائر، خاصة إذا كانت أي وزارة تبدي المساعدة لأي دائرة من الدوائر في البصرة يجب أن يكون هناك تنسيق قبل التصريح الإعلامي، وإلا ربما استخدام الوسائل الإعلامية في يعني قبل التنسيق هو أعتبر من الأخطاء الكبيرة. تصريحات وأعمال تزداد حدة كلما اقتربنا من نهاية الحكومة، البعض يرى أنها دعاية انتخابية، والبعض الآخر يرى أنها أقل ما يمكن تقديمه لمسؤولين وصلوا إلى الوزارة اتجاه مدينتهم. خالد السلامة لقناة بلادي البصرة. النشرة مستمرة وتتابعون فيها. بعد حملة الاعتقالات مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة. سيطر الجيش السوري على أكثر من نصف مساحة الغوطة الشرقية لدمشق بعد استعادة بلدتي الأشعري وبيت سوى وغيرهما. مصدر عسكري أوضح أن الجيش تمكن من شطر الغوطة معقل الجماعة المسلحة إلى جزئين بعد سيطرته على بلدتي الأشعري وبيت سوى، مشيرا إلى أن الجيش يواصل تقدمه في منطقة المزارع الفاصلة بين بيت سوى ومسربة لقطع خطوط الإمداد عن المسلحين في المنطقة. طلب مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف المعنية بالتنفيذ الكامل لقرار وقف القتال في سوريا وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في الغوطة الشرقية. رئيس المجلس المندوب الهولندي كاريل فان أوستيروم عقب انتهاء جلسة طارئة دعت لها فرنسا وبريطانيا قال إن الهدنة التي أقرت في الشهر الماضي لم تدخل حيز التنفيذ ولم تتحقق، وذلك بسبب مواصلة أطلاق النار. تحت عنوان المقاومة هي صوت الدفاع المقدس عن الحق، أقيم ملتقى شعري في دمشق لمواكبة حركة المقاومة وصوتها الصادح ضد الإرهاب والتكفير. شعراء وأدباء من سوريا والعراق وإيران واليمن وفلسطين ولبنان اجتمعوا في دمشق ليرفعوا الصوت عاليا، معلنين أن صوت المقاومة هو الأعلى والأجدى نفعا والأبقى خلودا. اجتماع الأدباء والشعراء أتى في توقيت الانتصارات التي يشهدها محور المقاومة، لتواكب كلمة الأديب رصاصة المقاوم، رصاصة تصنع النصر وكلمة تخلده. قد سئمت الشرب عكرا في الزجاجات النقية، وسئمت المسرحيات وأهل المسرحية، كيف لا والدور فيها دائما دور الضحية. لم يعد للشعر وقع لا ولا الأبجدية، كل أصواتي نشاز غير صوت البندقية. قررنا أن يكون شعار هذا الملتقى كما تشاهدون، المقاومة هي الدفاع المقدس عن الحق، الحق الذي يريد العدو أو يريد الظالم أو يريد أي شخص معتدي يريد أن يضيعه. فلهذا نحن شاهدنا بأم أعيننا بأن المقاومة هي التي أصبحت الطريق الوحيد لتحرير الشعوب. فلسطين وقدسها، مقاومة الاحتلال ووكلائه من الإرهابيين والتكفيريين، إنجازات المقاومة وبطولاتها كلها كانت مواضيع حاضرة في قصائد شعراء المقاومة.
الذين صاغوا بطولات المقاومين في الميادين شعرا ونثرا يكرس المقاومة كثقافة حياة. فيا حشد يا نسل الأساطير قوسكم إذا قلتها سهم لقافيتي يبرى لكم حيث يشتد الفناء فخامة فمهما تجلى الحبر ديدنها أثرى بكم هيبة الشعر العراقي عندما يقوم نخيلا والشموخ به أسرى. دائما نقول الكلمة الحرة والملتزمة والمقاومة هي أقوى من رصاص المعادي والرصاص الجبان التي تستهدف شعوب الأمة. ولأن المثقفين والشعراء لسان المجتمع يعبرون عن أوجاعه وطموحاته، ولأن بعضهم كان ضحية الإرهاب وعانى نتيجة موقفه الداعم لوطنه، لذا كان الأدباء هم الأقدر على رسم الواقع الذي عاشوه والأشد فرحا بانتصار هم أحد صناعه. منذ أن بدأ ما سموه بالحراك الثوري وهو حراك تآمري وتلاه حراك إرهابي، مباشرة بادروا لأسري، وهذا الأسر كان لأيام متعددة. ذقت خلال هذه الأيام أشد أنواع التعذيب والتنكيل والحرق، والحرق الكهربائي والماء المجمد. هو احتفال بالنصر الذي حققته المقاومة ينتقل من الميدان ليسطر في الكتب ودواوين الشعر ولتقرأه الأجيال القادمة وتستفيد من عبره وبطولاته. سامر زرقة، بلاد الفضائية، دمشق. أطلقت وزارة حقوق الإنسان في اليمن تقريرا حول انتهاكات التحالف السعودي ضد المدنيين في اليمن خلال السنوات الثلاثة من الحرب على اليمن. ويستعرض التقرير الإحصائيات الشاملة للتحالف، حيث ارتفعت أرقام الضحايا من الأطفال إلى نحو 250 ألف طفل، واستشهاد أكثر من 10 ألاف مدني بالقصف معظمهم من النساء. قتل المدنيين أطفالا ونساء وشيوخا، والإجهاز على مرافق الحياة الأساسية للشعب اليمني، وتدمير البنية التحتية، وحرمان ما يزيد على 8 ملايين مواطن من مرتباتهم الشهرية طوال عام ونصف العام. تنوعت الانتهاكات ما بين حصار وقتل وجرح ونزوح إجباري وغيره. مئات الآلاف من النساء اليوم نازحات وعشن ظروفا قاهرة. يواصل التحالف السعودي استهداف المدنيين العزل في اليمن رغم التنديدات المحلية والدولية. المشاهد تزداد قساوة يوما بعد آخر، ولا سيما مع عدم تحقيق هذا التحالف أي مكاسب على الأرض في حربه الخاسرة. لا يأتي يوم على اليمن الجريح إلا وعمقت جراحاته أكثر واشتد نهاره قتما. يبدو أن حق الجوار يعطى بصواريخ تستهدف الآمنين في بيوتهم. هنا في منطقة آل نايل شرق مدينة صعدة استشهدت طفلة وامرأة وأصيب 9 آخرون غالبيتهم أطفال ونساء جراء 4 غارات لطائرات التحالف السعودي طالت منزلهم في وقت متأخر من الليل. قلنا ساكلين خيالات ورجع نحن نمشي نهرب وهو ضع زغفته الأول جاء في لنا فعل فأبوي وحنا جلسنا على أبوه نصيح ما حدا جلسنا ما حدا دعانا جلسنا وزهب في الثاني هو موت واخواتي يعني وحده قال وندفر اخوي صرا اهلي حينهم بعيدين ندفره وصرا هزنا حب الثاني كملنا. اصوات الرفض والادانه تتعالى مع ارتفاع وتيره القصف السعودي على الامنين. ابناء مديريتي الظهار والعدين خرجوا بوقفتين منفصلتين أكدوا خلالهما على رفض الجبهات ودحر المحتلين من أرض الوطن. أما قبائل مديريات محافظة إب فتواصل تدشين المرحلة الثانية من حملة أنفروا خفافا وثقالا. جرائمكم هذه تزيدنا قوة وصلابة وصمودا على المضي قدما في الدفاع عن أرضنا وعرضنا، وكل ما أوردتم في عدوانكم كل ما زادنا ذلك قوة وإباء وشموخا. في الخارج
تشتد أصوات المطالبين بإنهاء العدوان السعودي ضد اليمن على وقع ارتفاع وحشيته، إذ أدان المركز الدولي لحقوق الإنسان والسلام استمرار الأزمة الإنسانية في اليمن، وفيما أشار إلى أن هذه الأزمة وصلت إلى سنتها الرابعة، طالب بإحلال السلام وإنهاء معاناة الشعب اليمني. الأزمة الإنسانية في اليمن وصلت إلى سنتها الرابعة، ونحن ندين الأزمة هناك. نحن نريد السلام وانتهاء معاناة الشعب اليمني. ورغم التنديدات المحلية والدولية، يواصل التحالف السعودي عدوانه السافر على اليمن، ويرتكب مجازر وحشية ضد المدنيين العزل. في تحد للظروف التي تعيشها اليمن، ابتكر طلاب من كلية الهندسة بجامعة صنعاء طائرة من دون طيار قابلة للتطوير بمواد محلية وبجهود ذاتية. طائرة بدون طيار ثمرت جهود لكوكبة لطلاب في بداية مشوارهم العلمي في كلية الهندسة بجامعة صنعاء، وحصيلة 10 أشهر متواصلة لمشروع تخرجهم وعصارة أفكارهم التي أصروا على إخراجها إلى حيز الوجود تحاكي الواقع وتتحدى الحصار المفروض على البلاد. الفكرة هي كانت تحدي لطرق مجال لطرق المشاريع العملية للطلاب البقية اللي بعدنا، طرق هذا المجال يعني علشان ينطلقوا في مشاريع وتطبيق موديلات عملية موجودة، يعني عوضا على المشاريع النظريه السالفه اللي بالسنوات السابقه اللي كانت تسلم مشروع نظري. هذا المجال يعني عشان تحفيز انه الطلاب الجايين يكونوا كل المشاريع التي توجهوا لها هي مشاريع عمليه. ورغم شحه الامكانات بل وانعدامها في كثير من الاحيان، لم تقف عائقا امام انجاز هذا المشروع التطبيقي النوعي في ظل الظروف الحاليه والبحث عن بدائل محليه. تواجد المواد في السوق اليمنية ما فيش معروف، هذا ومعروف ان في وجود الحصار ما يسمحش بدخول بعض المواد التي نستوردها، بس كنا نفكر دائما بوجود بدائل محلية للاستغناء عن المستورد الخارجي عن المواد التي ما نستطيع ان نوردها، وعملنا عليها وكان في مراحل الموديل الاول كان يعني مش فاشل، يعني ما توفرتش المواد المطلوبة، رجعنا غيرنا التصميم على البدائل الموجودة في السوق اليمنية والبدائل التي نستطيع تصميمها، وكان التصميم الثاني ناجح. الطائرة بدون طيار التي أصبحت مشروع قابل للتطوير لعدة أجيال تعمل بمحرك كهربائي ويمكنها حمل كاميرات للرصد والمراقبة، فيما لا يزال البحث جاري لتطويرها بمميزات أخرى. نشيد بطلابنا في كلية الهندسة في هذه الظروف الصعبة التي هي أصعب من الصعوبة يستطيعوا أن يبدعوا ويخرجوا للمجتمع هذه الأفكار النيرة التي لا يمكن أن تخرج إلا في ظروف مثالية جداً. هم الآن ينافسوا جامعات عالمية عريقة في هذه المشاريع وهذه الإبداعات، وإمكانية التطوير فيها محتملة بشكل كبير جدا، إنه يعني إمكانية التطوير تحتاج لك وقت ومحاكاة للمدير الأولي ثم المدير الثانوي علشان يكون كل منتج أفضل من اللي قبله. وخلال الفترة الماضية جرى تنفيذ العديد من المشاريع والابتكارات النوعية بأياد يمنية خالصة. بذهنية صافية وإصرار بلا حدود يسعى الشباب اليمني لابتكار تكنولوجيا تحاكي الواقع وبمواد خام محلية تتغلب على كل التحديات التي تواجهها البلاد إجمالا. لقناة بلادي الفضائية جميل الهرش، كلية الهندسة، جامعة صنعاء. أعلنت منظمات حقوقية بريطانية في مجال مناهضة الحروب وتجارة الأسلحة رفضها زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى بريطانيا، وشددت على معارضتها الزيارة مطلقة عدة فعاليات بالتزامن معها. وقالت حملة أوقف الحرب بمؤتمر صحفي عقد في لندن بمشاركة ممثلين عن عديد من المنظمات والهيئات المناهضة للحرب وتجارة الأسلحة أن زيارة ابن سلمان لبريطانيا تؤكد دعم لندن للانتهاكات السعودية في المنطقة. إن استقبال بن سلمان هو دعم لأكبر نظام قمعي في الشرق الأوسط وتجاهل لحالة حقوق الإنسان في اليمن والبحرين، ونزيارة بن سلمان إلى لندن ما هي إلا دلالة على دعم بريطانيا لانتهاكات السعودية في المنطقة. إن ما يجري في اليمن منذ 3 سنوات كفيل لأن تعيد تيريزا ماي حساباتها، ونحمل الحكومة السعودية مسؤولية تأجيج الحرب في اليمن
وأن الاستمرار في تصدير السلاح للسعودية قد فاق 6 مليارات جنيه استرليني، وهو أمر غير مقبول في ظل الانتهاكات الواسعة التي تقوم بها السعودية في اليمن. الحكومات البريطانية ولأكثر من 100 عام دعمت العائلة الحاكمة في السعودية، والتي سعت للهيمنة على الدول العربية من خلال استخدام أموال البترودولار. ونزيرة ولي العهد السعودي تهدف لتأمين إمدادات السلاح لبلاده، وهذه الزيارة تهدف إلى دحض الانتقادات الموجهة للمملكة بسبب الحرب في اليمن التي تعاني من أسوأ أزمة إنسانية حتى اليوم. اندلعت مواجهة عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة. مصادر محلية ذكرت أن المواجهة اندلعت إثر اعتقال قوات الاحتلال 9 فلسطينيين خلال حملة مداهمات نفذتها في أنحاء مختلفة من الضفة، مشيرة إلى أن من بين المعتقلين الأسير المحرر نور الدين العاروري من سكان رام الله. يوظف الفلسطينيون شتى مناسباتهم للتعبير عن تمسكهم بالأرض والهوية. يوم المرأة العالمي شهد مسيرة جددت رفض قرار الرئيس الأمريكي لاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، فيما جرح 8 أشخاص إثر قمع الاحتلال المسير سلميا. لمناسبة 8 آذار يوم المرأة العالمي، نظم الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية والقوى الوطنية والإسلامية مسيرة سلمية باتجاه حاجز قلنية شمالي القدس المحتلة كرسالة وتأكيد على مواصلة النضال حتى إسقاط قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة الاحتلال. نحن جينا كنساء فلسطينيات، العالم يحتفل في 8 آذار، نحن هنا مقهورين، جئنا لننتفض ضد هذا المغتصب، ضد الإسرائيليين، جئنا لنقول لترامب ولمن يلعب بالقضية الفلسطينية القدس خط أحمر، ترامب، نتنياهو، القدس لن تكون إلا فلسطينية، وإن ذهب الجميع وإن رحلت الرجولة في كل العالم ستبقى نساء القدس ونساء فلسطين يدافعن عن القدس وعن المسجد الأقصى. هذه القدس عربية غالية شامخة، نموت وتحيا فلسطين. المسيرة التي شاركت فيها مختلف الأطياف الفلسطينية خاصة من النساء تعرضت لقمع قوات الاحتلال على الحاجز، ما أدى لإصابة 8 مواطنين بالرصاص المطاطي والحي والعشرات بحالات الاختناق، إلا أن المشاركين أكدوا أن المرأة الفلسطينية لن تتوانى بالاستمرار في النضال حتى تحقيق الحقوق الفلسطينية الكاملة. المرأة الفلسطينية خلال كل العقود الماضية أثبتت بأنها جديرة بشراكة حقيقية، بمساواة حقيقية، لأنها قامت بدورها تماما كما ينبغي. ولذلك يعني نحن في هذا اليوم نهنئ المرأة الفلسطينية ونساء العالم بشكل عام، ونؤكد على استمرار مسيرة الكفاح والمقاومة والعمل والنضال ضد الاحتلال إلى أن يندحر هذا الاحتلال. المرأة الفلسطينية كجزء من نساء العالم وكجزء من الشعب الفلسطيني في هذا اليوم إنها رسالة أنها ستبقى تناضل مع كل الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والعودة والاستقلال لشعبنا الفلسطيني، وتحيي كل العائلات، أمهات وزوجات وأخوات الشهداء والجرحى والأسرى وكل من تتحمل عبء النضال الفلسطيني، أو كل امرأة فلسطينية تعيل أسرة فلسطينية وتساهم من خلالها بالحفاظ على الهوية الفلسطينية. وتأتي هذه المسيرة في الوقت الذي واصلت فيه قوات الاحتلال عمليات الاعتقال التي طالت ما لا يقل عن 20 مواطنا، عدا عن اعتداءات المستوطنين اليومية، بينما دعت القوى الوطنية والإسلامية إلى مسيرة غضب أخرى يوم الجمعة القادم. تواصل النضال ضد الاحتلال، ضد الاستيطان. اليوم تحديدا نتوجه إلى حاجز قلنديا، وشعارنا الرئيسي لا لمشروع ترامب التصفوي بشأن القدس وبشأن اللاجئين وبشأن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني. سنواصل نضالنا كنساء وكجميع أبناء الشعب الفلسطيني ضد هذا المشروع التصفوي. المرأة الفلسطينية التي وقفت كتفا إلى كتف طوال مراحل النضال الفلسطيني آثرت على نفسها وهي تحيي يوم المرأة العالمي بأن تتحدى الاحتلال برسالتها من على حاجز قلنديا شمالي القدس المحتلة، لتؤكد أن كل المخططات ستسقط أمام الصمود الفلسطيني. محمد الصنوري، قناة بلاد الفضائية، من المدخل الشمالي لمدينة القدس. شارك الدكتور إبراهيم الجعفري وزير الخارجية العراقية بأعمال اجتماع وزراء الخارجية العربي في القاهرة. الاجتماع بحث عددا من القضايا العربية على رأسها الإعداد للقمة العربية المقبلة والقضية الفلسطينية ومبادرة السلام العربية.
من بغداد باتجاه القاهرة، وصل وزير الخارجية العراقي الدكتور إبراهيم الجعفري للمشاركة في فعاليات الدورة رقم 149 لمجلس وزراء الخارجية العرب، أكثر من رسالة كانت على طاولة حوار البحث، لعل أبرزها الإعداد للقمة العربية أواخر مارس آذار الجاري في الرياض، كما التطورات السياسية القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، إضافة إلى تفعيل مبادرة السلام العربية. تشغل القضية الفلسطينية مكان الصدارة على الأجندة السياسية لهذا المجلس لسنوات وعقود، والذي اجتمعت كلمته أي المجلس على التصدي للتبعات السلبية للقرار الأمريكي الخطير وغير القانوني بنقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس. أما اللافت أكثر في أروقة الجلسة تلك هو دعم جمهورية العراق خصوصا بعد الانتصار النهائي على تنظيم داعش الإرهابي. نحيي ونشيد بجهود الحكومة العراقية والشعب العراقي الشقيق. الحضور الكريم، لقد أصبح من الضروري أكثر من السابق أن نولي التصدي للإرهاب اهتماما بالغا على مختلف المستويات، وأن نقوم باتخاذ خطوات جادة في مكافحته، وأن نسهم بفاعلية في التصدي له وفق الأنظمة الدولية. وإن حرص كثيرون على إظهار هذا الوجه في دعم العراق، فإن وجها آخر تطرق إلى رفض التدخل التركي في الأراضي العراقية. مساندة جامعة الدول العربية لدورة العراق ده طبعا أمر متوقع من الطبع، يعني العراق دولة عضو في جامعة الدول العربية، ولكن لابد من اتخاذ خطوات فعلية تجاه الجانب التركي في تدخله في دولة العراق. هناك توافق عربي على رفض هذا التدخل من كل الدول العربية بلا تحفظ، التركي في جزء من الأراضي العراقية، وإصرار القيادة التركية على إبقاء جنودها في المناطق الحدودية على الرغم من المطالبات المتكررة ليس فقط من العراق ولكن من الجامعة العربية. تعالت الأصوات إذن، وكان التضامن العربي محور تفاصيل الاجتماع الذي خرج بلهجة لافتة تعيد وصف الواقع سياسيا مستفيدة من سياق تلاحقت فيه التغيرات وتشابكت الأجندات. طغى الملف العراقي على أجندة اجتماع وزراء الخارجية العرب وتخطى التفاعل جدران القاعة لبلد كثيرا ما قدمت تضحيات شهداء وصارعت إلى الوقوف بجانب جيرانها العرب. أحمد عطا بلادي، القاهرة. النشرة انتهت، وهذا تذكير بعناوينها. الأمن النيابي تؤكد أن الضغوط الأمريكية لن تقف عائقا أمام تسليح الجيش العراقي، وانتقادات للقاء السفير الأمريكي بالمسؤولين بعيدا عن البروتوكولات الدبلوماسية. الحشد الشعبي يكشف عن حصول عصابات داعش في كركوك على السلاح من إقليم كردستان، يؤكد استمرار ملاحقة الخلايا النائمة. طيار الإصلاح الوطني يدعو إلى التنافس النزيه بالانتخابات، وتحذيرات للمرشحين في النجف الأشرف من الترويج في المؤسسات الحكومية. وكان فيها نصف مساحة الغوطة الشرقية تحت سيطرة الجيش السوري، ومجلس الأمن يدعو إلى التنفيذ الكامل لقرار وقف القتال في سوريا.